أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتابعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة تخص أبطال مسلسل ظهور الدم. وسأبدأ أخباري بسيفتا الذي ترتكب أخطاء كثيرة في بعض المشاهد، حيث الفانز عتبوا على هذا المشهد بالخصوص، حيث ديلان كانت مصابة في ذراعها إصابة خطرة ونزفت منها كثيرا، ولكن لم ينتبهوا لهذا الخطأ، حيث في المستشفى لاحظ الجمهور أن ديلان لا توجد في يدها الإصابة. هذا ما جعلهم يطرحون هذا السؤال بسخرية، أين ذهبت الإصابة؟ وبصراحة أصدقائي يجب أن يكونوا أكثر حذر في هذه الأمور. كما أيضا أصدقائي لفت انتباه الجمهور أن سيفتا تتعمد على أن تظهر يغمور بملابس لا تليق بها نهائيا، وتظهر أقل وحدة من الكاست النسائي، وتأكدوا من هذا عندما تم تنزيل كواليس الجزء الأول الذي تم تنزيله مؤخرا، حيث نفس القميص الذي كانت ترتديه يغمر في الكواليس ولم ترتديه في المسلسل ظهرت جول وهي من ترتديه، مع العلم أن يغمر ظهرت عليها أجمل ما شاء الله. وبصراحة دائما نلاحظ أنهم يتعمدون أن يلبسوا يعني يغمر ملابس لا علاقة، يفعلون معها مثل ما فعلوا مع سيلاتور أول. كما أيضا أصدقائي ظهرت يغمر في هذا المشهد بلباسها الحقيقي لأنها ترتدي نفس الملابس الذي كانت ترتديهم بكواليس رقصة الريحان. وبصراحة سيفدا أظهرت بخلها الشديد، أتمنى أن تترك يغمور ترتدي ملابسها على طول لأن ستيلها مناسب لعمرها وتظهر فيه جميلة أكثر وصغيرة. والله سيفدا لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل. كما أيضا هناك صحفية من القناة السابعة قامت بزيارة موقع تصوير مسلسل ظهور الدم منذ مدة، ولكن الآن نشرت صورة لها مع يغمور وهي تقبلها. يعني أصدقائي الصورة حديثة النشر، ونزلت صورة تقول فيه سأقولها بوضوح، يغمر تحب وظيفتها كثيرا، لا تصدق ما هو مكتوب هنا وهناك، وهي ستبقى معنا حتى النهاية، وهي تحب سيفدا كثيرا وتقول لها أنها هي شمسها، وهذه الكلمات لها معنى كثيرا. وأيضا السيدة سيفدا تحب يغمر مثل ابنتها، وأنا شاهدت هذا بعيني وسمعته بأذني، وأنا لم أكتب من قبل على صفحتي أبدا، والأشخاص القدماء يعرفونني بوضوح شديد. ظهور الدم يحترمون بعضهم البعض في موقع التصوير لديهم الحب، وكاز ظهور الدم يحترمون بعضهم البعض في موقع التصوير لديهم الحب، يركضون ويأتون إلى السيدة سيفدا. وقالت الصحفية أنه بين اللقطات وأثناء مشاهدتنا للتصوير جاء باريش بجانبنا، في تلك اللحظة نظرت إلى عيونهم جميلة جدا. على أي حال لن أخوض في التفاصيل، وخلاصة القول أن يغمر وباريش يقومون بعملهم بإصرار وحب، إنهم سعداء أينما كانوا، وإذا كان من واجبنا أن نحب فلنحب دون أن نجرح، دعونا نحب، دعونا لا نكسر القلوب، دعونا لا نكتب عن أشياء غير موجودة، نحن كذلك أيها الإنسان، قد نخطئ ولا نرى كل أخطائنا، فلا يوجد عباد بدون أخطاء. لننهي يغمر وباريش يا أطفالي الجميلين أحبكم. وبصراحة أصدقائي كلام هذه الصحفية على حق، إذا أحببناهم فهذا لا يعطينا الحق بأن نجرحهم، والله عيب عيب على كل ما وصل إليه الآن يغمر وباريش. كما أيضا أصدقائي الفانس لاحظوا أن بران دائما يشكي من صداع في رأسه، والعديد يظنون أنه من الممكن أن يكون مصاب بورم ولن يعرف بهذا المرض إلا بعد فوات الأوان، وقالوا من الممكن أن لا يكون هناك جزء ثالث في المسلسل وسيموت في النهاية، وهذا ما قصدته الكاتبة في الحلقة 300 لما نزلت الدور وقالت هناك طريق في داخله لم أمشيه معك، لا يزال هناك رحلة لم أقطعها معك، لا يزال هناك أيام وليالي لم أقضيها معك، لا يزال هناك حب لم أقضيه معك. وفي الأخير قالت الكاتبة شاركت معكم قصيدة قديمة ونحن نكتب عفوا حلقة خاصة، تحمسنا جدا. يعني الفانس أصدقائي رابطوا ما قالته الكاتبة بالوجع الذي يحدث مع باران، وقالوا من الممكن أن تكون الكاتبة تقصد موت باران، وديلان هنا هي من تتحدث. أظن أصدقائي يعني يستحيل أن يموت، من الممكن أن يكون مريض يعاني من مرض خطير ولكن سينجو منه. كما أيضا هذا المساء أصدقائي فانز الديلبر سوف يقومون بعمل حملة، يعني حملة دعم ليغمر وباريش بسبب الأحداث الأخيرة التي صارت في عيد ميلاد باريش. أتمنى من كل شخص لديه التويتر يدعم في هذه الحملة، لأنه بكل صراحة الآن يشعرون بالإحباط بسبب ما حصل. والآن سأرجع مرة أخرى لسيفدا البخيلة، والله أمر هذه السيدة يضحكني كثيرا، في هذا المسلسل تحاول أن توفر الأشياء لنفسها، حيث أثار انتباهي السرير الذي كانت ديلان تحلم به، يا سبحان الله ظهر هو نفسه في الحقيقة،
يعني مع سيفدا الأحلام تتحقق. كما أيضا أصدقائي يغمر تلقت العديد من الهدايا وشكرت الفانز وقالت لهم شكرا جزيلا أحبكم جميعا، وقرأت كل البطاقات وقلت ما أجمل هذا، يا له من حب بريء، أحبكم كثيرا، أنا سعيدة لأننا تقابلنا الطرق. وفي هذه الهدايا أصدقائي تلقت كتاب الحب والكبرياء، وهذه القصة هي المفضلة لدى يغمر. وهذه القصة تحكي عن غرور وكبرياء دراسي كان مغرور وكان يحب إليزابيث. كما أيضا تلقت يغمر إسوارة من الفانز العربي مكتوب عليها اسمها بالعربي. كما أيضا أصدقائي باريس شارك الهدايا التي حصل عليها من الفانز على حسابه الخاص وعلق عليها ويبدو سعيد وقال: سيكون من المستحيل عدم مشاركة الهدايا الجميلة التي فكرت فيها هذه القلوب الغالية وأرسلتها لي، فهي كلها ذات معنى ومميزة وجميلة. لقد قرأت كل الكتابات وأمنياتكم الجميلة، أشكركم جزيل الشكر على كل شيء، من الجيد أنكم موجودين. المهم أصدقائي، إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، إلى اللقاء وفرجة ممتعة، مع السلامة.